لا يعجبني هذا يا مغرور، فمنسوب النهر يعلو بسرعة كبيرة. لم أرى النهر بهذه القباحة من قبل، بالكاد أستطيع رؤية انعكاسي. حل الربيع باكرا هذه السنة ولم يستطيع السد حبس المياه. ما كان هذا بابا سنفور؟ هذا ما كنت أخشاه بالضبط. اذهب وجد شاطر وأسرع، يجب أن ندعم السد على الفور. حاضر بابا سنفور. آمل أن نتمكن من إصلاح السد، وإلا ستغرق قرية السنافر بأكملها. أتشو أتشو أتشو. هذا مريع جدا، لما أرسلني بابا سنفور إلى هنا؟ لقد اشتد علي الزكام، يجب أن أبقى في سريري الدافئ في منزلي. وماذا عني؟ ماذا لو حدث شيء مهم في غيابي؟ قد يحتاج بابا سنفور إلى الاستعانة بخبرتي. هل توقفتما عن التذمر؟ أرسلنا بابا سنفور للتأكد من مدى عمق الثلج، وهذا ما سنقوم به بالضبط. حاضر سنفورة. تعنين أن علينا الصعود إلى هناك؟ أجل، يمكنك التأكد من عمق الثلج عندما نصل إلى الأعلى. لابد من أن هذا هو المكان. إذا استطعنا إيجاد الصخرة فسنعرف المكان المناسب لقياس عمق الثلج. مفكر. أجل. هذه هي الصخرة، ولكن لما صغر حجمها هذه السنة؟ عادة تكون أكبر بكثير. تأكد يا مفكر إذا كان عمق الثلج يتخطى العلامة الحمراء على المقياس. حسناً، أؤكد لك أن الثلج لم يتخطى عمقه المعتاد بالنسبة إلى هذا الوقت من السنة. هل أنت بخير؟ النجدة، أخرجاني من هنا. سنفور مردان، أحتاج إلى مساعدتك. علق مفكر. أشكركما، لكنني في الواقع لم أكن بحاجة إلى المساعدة. واو. مفكر، هل أنت بخير؟ في الواقع قد أحتاج إلى القليل من المساعدة. هذا فظيع. أنت محقة. لقد نسيت قنينة المياه الساخنة. لا، أن الثلج كثير بالنسبة إلى هذا الوقت من السنة، وإذا ذاب تحت هذه الشمس الحارقة سيفيض النهر ويحطم السد وستغرق القرية كلها تحت الماء. أول ما علينا فعله في وضع كهذا هو المحافظة على هدوئنا، لأننا إذا حافظنا على هدوئنا. مهلا، انتظراني. إنه البيت الزجاجي ويمكننا زرع الطعام داخله في الطقس البارد. لكن الطقس دافئ يا شاطر. شاطر شاطر، بابا سنفور يحتاج إليك عند السد، قال إنها حالة طارئة. أنا آتٍ بابا سنفور، أنا آتٍ. أنا سنفور مفكر وهو متزلج بارع، تمكن من اجتياز سنفور مردان بكل سهولة. سننتظر سنفور مردان هنا. أشعر بالأسى لأن الربيع سيحل باكرا هذه السنة، بالكاد سنحت لي الفرصة لإظهار قدراتي المدهشة كمتسلق جبال. ماذا يحدث؟ بحسب قوانين الفيزياء والجاذبية يفترض بنا أن نصل إلى أسفل التل قريبا. أول أزهار الربيع. أنا لم أرى أزهارا كهذه من قبل. هل فعلت؟ ليس أمامنا وقت لقطف الأزهار يا سنفورة، فبابا سنفور عطيرة. بابا سنفور؟ ومن يكون بابا سنفور؟ بابا سنفور؟ لا أعرف. أتشو، هيا أنتما الاثنان، بابا سنفور ينتظرنا. ذلك الاسم مجددا. هيا بنا. أتساءل من يكون؟ أتساءل من تكون؟ أتساءل من أكون؟ أسرعوا يا سنافري، المياه تعلو بسرعة. إنه الجذع الأخير بابا سنفور. جيد جدا، شاطر، افتح بوابة التدفق. حتى مع فتح البوابة لن يتحمل السد وزن المياه. أنا لا أفهم، من دون التقرير الثلجي لا أستطيع إصدار الأمر بإخلاء القرية، كان يجب أن يعود منذ فترة. أتشو، زكامي يزداد سوءا. مهلا، من هنا، القرية من هنا. ألديك فكرة عما يتحدث؟ لا، لكن مهما كان يبدو أمرا مهما. أتساءل من يكون؟ هيا بنا. هل أنت واثق من أنك لا تريد البعض من هذه الأزهار الجميلة؟ بالتأكيد لا، لدي حساسية تجاه الأزهار. لا 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 لا. هلهول، لدي حساسية تجاه الهرارة أيضا، وبخاصة هذا. تعال أيها الهر اللطيف، يا لك من هر مطيع. أظنه أحبنا. تعال أيها الهر، تعال وتعال.
تتناشق رائحة هذه الأزهار فهي عطرة. أسرع أسرع، إذا على مستوى الماء أكثر سيتحطم السد. لقد عدنا. وأخيرا ماذا عن مستوى الثلج؟ حسنا. مستوى الثلج؟ لقد نسيت، ما هو المستوى الثلجي؟ هذا هو المستوى الثلجي، كان يفترض بكم احتسابه. حسناً، يبلغ مستوى الثلج. أتشو أتشو. تنشق رائحة الأزهار، فهي أولى أزهار الربيع. لكن بابا صنفور يحتاج إلى أن يعرف. شكراً، يحتاج إلى أن يعرف. من يحتاج إلى أن يعرف؟ وماذا يريد أن يعرف؟ مستوى الثلج، يجب أن يعرف بابا صنفور عن أتشو أتشو. وواحدة لك، وواحدة لك، وأخرى لك. يا له من شيء مسنفر، أتساءل ما الهدف منه؟ لقد عرفت. كم أشعر بالجوع، ترى ما الذي أحبه من الأطعمة؟ أنا أيضاً، دعونا نرى ما في داخل هذا الصندوق. أكان شهياً؟ أظن ذلك. من هي هذه المخلوقات الصغيرة الزرقاء؟ لا أعرف من تكون، لكنك وسيم بكل تأكيد. بابا صنفور، بابا صنفور، أتشو. أتساءل ما خطب ذلك الصغير المريض؟ ومن يهتم؟ دعينا نغني. لا 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 لا. هذا ما كنت أخشاه. على هذا المنوال سينهار السد بعد ساعة بالتحديد. يجب أن أخلي القرية فورا. مردان، أخبرني كم يبلغ مستوى الثلج؟ بابا صنفور، هناك خطب ما. أتشو أتشو بالسنافر الآخرين. أتشو. لا 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 لا. هذا غير معقول، لما توقفتم عن العمل على سد يا صغاري؟ أي سد بابا صنفور؟ لكن أي سد؟ أي سنافر؟ بابا صنفور، كنت أحاول أن أتشو. صنفورة، أخبريني أنت عما يجري. لا أعرف، لقد نسيت. هل تريد زهرة؟ بابا صنفور، لا لا تشمها. أتشو أتشو. لقد حذرتني الأم الطبيعة من هذه الزهرة. بابا صنفور، لا تفعل. أتشو. ما كان هذا؟ ما الذي حدث؟ من أكون أنا؟ بابا صنفور، مستوى الثلج، إنه أتشو عميق جدا. القرية في أتشو خطر. أي مستوى ثلجي؟ أي قرية؟ وعن أي خطر تتحدث؟ قال بابا صنفور إن الأم الطبيعة أتشو حذرته بشأن هذه الأزهار. يجب أن أجدها وأسألها. النجدة، أيتها الأم أتشو طبيعة. أوه، يا للهول، يبدو أنه أحد السنافر الصغار. أيتها أتشو الأم الطبيعة. أوه، ماذا حدث أيها الصنفور الصغير؟ أيتها الأم الطبيعة، يجب أن تساعديهم. أتشو. اهدأ اهدأ وأخبر الأم الطبيعة بما حصل. بدأ كل شيء عندما أرسلني بابا صنفور إلى جبل السنافر لأتفقد مستوى الثلج، لأن منسوب النهر كان يعلو بسرعة وكان السد على وشك أن ينفجر. ثم وجد مفكر وصنفور أزهارا صفراء أفقدتهما ذاكرتهما. أزهار صفراء؟ ذاكرتهما؟ أو لا، لقد نسيت تماما أمر أزهار النسيان تلك. حسنا، لقد سببت لي المشاكل للمرة الأخيرة. فلتحل الآن عاصفة الثلج على الجبل. أوقف النهر وجمد السي. شكرا. شكرا أيتها الأم الطبيعة، يستحسن أن أعود بسرعة إلى القرية. أخبرت بابا الوقت بأن الربيع سيحل باكرا هذه السنة، لعله سيستمع إلي في المرة القادمة. ما الذي يحدث؟ أنا أكره الثلج. مفكر، كيف وصلنا إلى هنا؟ لا أعرف يا صنفورة، لكن دعيني أخمن بعض الاحتمالات. الآن كما أذكر. انسى الأمر مفكر. أوه، أين أنا؟ أوه، ها أنا هنا. أوه لا، أولى أزهار الربيع لقد ذبلت. لدي شعور بأن الأم الطبيعة قامت بهذا لمصلحتنا. من الأفضل أن أتفقد السد، لعل هذا الطقس البارد جمد المياه وأنقذ القرية. لم يعد منسوب المياه يعلو، القرية بأمان. لكن أتشو، أظنني مصابا بالزكام. أتشو. شكرا لك يا مرضان.
هذا هو الحساء السنفوري. أجل، حان الوقت لتبقى في سريري يا أكول. لا تدع زكامك يسوء. اسمع النصيحة من سنفور مجرب. أوه سنفور مرضان، هل أتيت لي بالقليل من الحساء السنفوري؟ أنا أيضاً. كم سأسر عندما تتحسن حال الجميع، فيحين دوري لأمرض مجدداً.